بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو عن طرق تعزيز الدورة الدموية باستخدام العلاجات المنزلية من المواد الطبيعية. طبعا في فيديو سابق تطرقنا إلى طرق تعزيز الدورة الدموية بالطرق الطبيعية، والآن طرق تعزيز الدورة الدموية باستخدام العلاجات المنزلية من المواد الطبيعية. أولاً الزنجبيل لتعزيز الدورة الدموية. يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية، فهو يحتوي على مركبات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وتمنع الجلطات الدموية في الجسم. وتشمل طرق تعزيز الدورة الدموية بالزنجبيل على ما يلي: قم بغلي ملعقة كبيرة من الزنجبيل ذي الشرائح الرقيقة. طبعاً منجيب قطع الزنجبيل، نقطعها إلى شرائح صغيرة أو رقيقة في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق، ثم نصفي ونضع القليل من العسل بعد أن يصبح فاترا، ويمكنك تناول كوب أو كوبين يوميا. أيضا يمكن مضغ شرائح الزنجبيل الطازجة يوميا، طبعا اللي بيقدر يمضغ قطعة من الزنجبيل يوميا. أيضا يمكن تضمين الزنجبيل الجاف المطحون البودرة أو الطازج في الطهي. ثانيا الثوم لتعزيز الدورة الدموية. يعزز الثوم الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم ويمنع تجمع الدم في الصفائح الدموية، كما يحد من تراكم الترسبات في الشرايين، الأمر الذي يقلل من خطر تصلب الشرايين. وقد أظهرت دراسة علمية أن الثوم مفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن الحصول على فائدة الثوم لتعزيز الدورة الدموية من خلال ما يلي: تناول من 2 إلى 3 فصوص من الثوم الخام يوميا، يعني الطازج، على معدة فارغة، وإرفاق الثوم أيضا في الطهي. ثالثا الكركم لتعزيز الدورة الدموية. يعد الكركم من التوابل الرائعة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية من خلال الكركمين، وهو العنصر النشط في الكركم الذي يمنع من تكتلات الدم والجلطات ويقلل من تراكم البلاك في الشرايين. وللحصول على فوائد الكركم لتعزيز الدورة الدموية نتبع الخطوات الآتية: نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ومزجه مع القليل من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ، ونتناوله مرة أو مرتين يوميا. رابعا الفلفل الحار لتعزيز الدورة الدموية. يحتوي الفلفل الحار على مركبات تساعد في تحفيز التدفق السليم للدم إلى جميع أجزاء الجسم وتقوية الشرايين والشعيرات الدموية، إضافة لتقليل أعراض ضعف الدورة الدموية مثل الألم والصداع والقدم الباردة وخدر الساقين. ولتعزيز الدورة الدموية بواسطة الفلفل الحار نتبع الخطوات التالية: نقوم بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وملعقة طعام من الدبس الأسود في كوب من الماء، نتناول المزيج مرتين يوميا. وملاحظة: يجب على النساء الحوامل أو المرضعات تجنب تناول الفلفل الحار. خامسا زيت جوز الهند لتعزيز الدورة الدموية. يعد زيت جوز الهند مفيدا لتحسين الدورة الدموية، فهو يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تساعد في تخفيف التهاب الشرايين، وهذا بدوره يحسن من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. ومن طرق تعزيز الدورة الدموية بواسطة جوز الهند نذكر ما يلي: استهلاك 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند يوميا، واستخدام زيت جوز الهند لتدليك يديك وساقيك، أو إضافة زيت جوز الهند لبعض الأطعمة. سادسا الشاي الأخضر لتعزيز الدورة الدموية. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في ارتخاء الشرايين وتحسين الدورة الدموية، وهو مرتبط بزيادة مستويات أكسيد النتريك وتوسيع الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم. وللحصول على فوائد الشاي الأخضر في تعزيز الدورة
الدورة الدموية نتبع الخطوات الآتية: نضع كيس من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 5 دقائق، إما كيس من الشاي الجاهز أو ملعقة من الشاي الأخضر. نقوم بإزالته، وبعد أن يصبح فاترا إضافة القليل من العسل. نتناول 2 إلى 3 أكواب منه يوميا. سابعا، الشوكولاتة الداكنة لتعزيز الدورة الدموية. يساعد الكاكاو الموجود داخل الشوكولاتة الداكنة في تحسين تدفق الدم وتعزيز الدورة الدموية. طبعا ممكن تناول الكاكاو إذا وجد. فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب أن الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو الأسود تحسن من تدفق الدم إلى الساقين من خلال التأثير على المواد الكيميائية الحيوية التي تدفع الشرايين إلى الاتساع. أيضا يمكن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا كأحد طرق تعزيز الدورة الدموية، وتأكد من اختيار الشوكولاتة السوداء التي لا يقل فيها نسبة الكاكاو عن نسبة 70% على الأقل. طبعا هناك شوكولاتة 70% و80 و85 و90 و95، أيضا في بعض الأحيان تصل إلى درجة 99% من الكاكاو. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبايبنا. بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.